حدثنا ثابت بن محمد، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سفيان عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية.